أطفال مو طلاب بس، الأطفال أبنائي. أنا بلشت درست توجيهي، كثير انشهرت عدد كبير لأني كنت الحمد لله متميزة. درست إجا تقريباً 80 طالب، كلهم كانوا بدهم نجلاء أبو عوضة، أهلهم طبعاً يطلبوا اسمي بالتحديد. ليش أضل أنا أشتغل عند الناس أو أشتغل في روضة مو لإلي؟ كان عندي طموح أن تكون إلي. اتجهت سمعت عن بنكا واتجهت لإلها، طبعاً ما خيبوا آمالي، كمان كانوا بشوشين جداً وعملتهم رائعة، يعني هذا أعطاني أمل أني أحقق آمالي بزيادة. يعني أسست روضة جديدة، بعد هيك كمان طموحي لن يتوقف أبداً. بجرش وبالمخيم بالتحديد، مخيم سوف عنا نجاحي، برضو اتجهت لفانيكا مرة أخرى، أخذت قرض 3000 دينار، انتقلت على مبنى أكبر. هلأ مدرسة الحمد لله من الصف الأول للصف العاشر عندي 28 موظف. Hello, Mrs. How are you? I am very well, thank you. Okay. Bravo. اكيد انا حابه اكمل دراستي واحصل على الدكتوراه، اخلي فيها نسبه للتعليم المجاني لاني انا بحب التعليم كثير وبشجع الطلبه على التعليم. في نسبه كبيره من الطلاب عندنا في جرش محرومين من التعليم بسبب الظروف الماديه، وانا لاني مريت في هذه الظروف حابة أفتح جامعة لهذا السبب حتى أساعد الشباب على التعليم. بداية أنا كان لما سمعت عنه اتجهت له، والحمد لله أمورنا تمام. طبعاً لولا قرض فانيكا ما كنت بدأت،